وينضم معنا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي السيد كاظم ياور. أستاذ كاظم، بداية مرحبا بك. إلى أي مدى ترى أن الحكومة يعني ستوفق أو لا توفق في محاولتها الحفاظ على التوازن مع العلاقات ما بين الصين والولايات المتحدة، خصوصا مع تأييدها لحزام الصين؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة مشاهديكم الكرام. طبعا بالنسبة لطريق الحرير أو طريق التنمية بالأصح، يعني في هذه المرحلة التي يدور الحديث عنها في أوساط إعلامية وكذلك ما بين العراق وتركيا، ودخل الصين بشكل قوي على هذا المشروع، وكذلك ترقب الولايات المتحدة الأمريكية لكل هذه المشاريع التي تجري في هذه المنطقة. طبعا الكل يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي منذ عقود من الزمن يعني تعمل بنظرية قوة البحار، أي الممرات التجارية، حيث أنها استفادت في تعاظمها عالميا ووصولها إلى نظام تمسكها بالنظام العالمي عن طريق سيطرتها على ممرات التجارية في العالم. خاصة رأينا يعني كمراقبين في هذا الشأن أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت لديها شبه تصادم اقتصادي مع الصين عندما تعاظمت نفوذ الصيني الاقتصادي، وحاولت الصين إيجاد ممرات بديلة في العالم، خاصة يعني قناة البنما عندما بنتها أو شقها الولايات المتحدة الأمريكية، حاولت الصين إيجاد تايلاند يعني كبديل لهذه القناة، ولكن الضغوط السياسية للولايات المتحدة الأمريكية في تايلاند يعني عن طريق استخدام ورقة الانقلابات العسكرية جعل من تايلاند أن يعني أو أخفقت هذه المشاريع. عندما نعود إلى الحالة العراقية، لربما لديها يعني شبه في الجيوسياسية مع تايلاند أو مع مناطق يعني ممرات أخرى التي كان محور يعني صراع ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. فالفاعل العراقي اليوم صح أنها في مأزق، كيف يتعامل مع هذين القطبين الكبيرين في هذه المسألة التي العراق والشعب العراقي بأمس الحاجة أن يكون هناك مشروع على أراضي العراقية. طبعا لابد أن يكون المحصلة التجارية والفوائد والمصالح تعود على العراق والشعب العراقي، ولكن كما ذكرت أن هذه الممرات التجارية ليست بعملية جدا سهلة، لا تخلق هناك مشاكل سياسية، لربما حتى تؤدي إلى أن تكون هناك يعني إذا تضررت مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، الكل يعلم لديها أوراق ضغط حتى يعني عن طريق يعني تغيير أو تأثير على نظام السياسي. طيب، أستاذ كاظم، عن التداعيات الاقتصادية على العراق نتيجة تضارب المصالح بين الصين والولايات المتحدة. نعم، يعني بالنسبة للمصالح العراقية اليوم تفرض نفسها أن تكون مع الجميع، يعني هذا هو المفروض. كيف يستطيع اللاعب العراقي أو الحكومة العراقية أن يستقطب يعني كل هذه الجهود وإن كانت متنافرة وإن كانت متعاكسة على أراضي العراقية، أن تجعلها في يعني في محور هدوء على أراضي العراقية، أن يكون هناك تبادل مصالح فيما بين كل هذه الدول على هذا المشروع. فالولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات كبيرة مع دول الخليجية كسعودية وقطر بشكل يعني، وكان دولة قطر أو في العراق أمير القطري في العراق
وأصبح هناك اتفاقيات ما بين العراق وقطر، وقطر يعني تعهدت بدفع 5 مليارات دولارات في هكذا مشاريع استثمارية أو تجارية، وقطر كذلك لديها علاقات جيدة مع تركيا. فإذا دخلنا في كل هذه الدول التي لديها مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات في ملفات أخرى، نستطيع كلاعب عراقي أن يوفق ما بين هذه المصالح، وتجعل للولايات المتحدة الأمريكية والصين دور بارز في المنطقة. ليس يتساءل أستاذ كاظم، المواطن، كل المواطنين العراقيين يتساءلون ما هي مصلحة المواطن العراقي عندما يكون هناك تغازل بين الإطار الصيني والصين بهدف دعم بكين لحكومة السوداني. يعني في هذا الأمر، يعني هل ترى أن هذا النظام هو يغلب مصلحة المواطن العراقي أم يغلب مصلحة النظام نفسه؟ طبعا أنا عندما أشرت إلى الدول الفاعلة في المنطقة، هذه الإشارة تأتي على أن تكون مصالح الدولة العراقية والشعب العراقي بدرجة أساسية، وليس الاعتماد والإسناد الحكومة وأحزابها يعني مصالحهم على هذه الدولة أو تلك الدولة. عندما يذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولا يتلقون مثلا الدعم المالي أو الاقتصادي في توفير الدولار ومشاريع الاستثمارية في العراق عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية، وثم يذهبون إلى دول أخرى كالصين لإنجاح يعني مشاريع الضيقة، يعني بقاء الأحزاب في السلطة، هذا الأمر انتحار سياسي لهذه الأحزاب وكذلك لمصالح أبناء الشعب العراقي. الشعب العراقي والدولة العراقية يعني بحاجة إلى أن يكون هناك توازن في العلاقات من أجل مصلحة الدولة العراقية، ليس لمصلحة الأحزاب وبقائها في السلطة. العراق لطالما كان ساحة للتجاذبات وساحة للصراعات، سواء الصراعات الدولية الاقتصادية إلى آخره. في ضوء التهديدات التي أطلقتها أو أطلقها حزب العمال الكردستاني ضمنا إلى باستهداف طريق التنمية مع تركيا، إلى أي مدى ينكشف أكثر عدم وجود استراتيجية فعلية لحكومة السوداني لمواجهة هذا الأمر؟ نعم، نحن عندما نسوق كعراق يعني الدولة العراقية لطريق التنمية، وعندما نطالب أو نتعاون مع تركيا ونزور تركيا ونعقد اتفاقيات من شأنها أن تأتي تركيا وتستثمر هذا الطريق، لابد أن تكون هناك تبادل في كل هذه المصالح. فمثلا ملف الحزب العمال الكردستاني، تركيا مرارا وتكرارا تطالب الجانب العراقي بإنهاء هذا الملف من أجل أن يكون هناك مشاريع استثمارية كطريق التنمية، يعني فيها تبادل المصالح لكلا الدولتين على قدم وساق. الأمن القومي التركي في إنشاء هذا المشروع جدا مهم، فإذا كان هناك يعني تضرر للأمن القومي التركي عبر أراضي عراقية، أكيد سوف هذا الطريق لن يرى النور. يعني إذا المصالح العراقية، الشعب العراقي تكون متوقفة. وحضراتكم سألتم هل هذا المشاريع أو الاستقطابات تؤدي إلى أن تكون هناك مصالح لأبناء الشعب العراقي أم للأحزاب؟ طبعا سياسات الحكومة هي التي تجيب على هذا السؤال. فإذا كانت هناك تجاوب ما بين العراق وتركيا في إنهاء كل مظاهر أمنية متوترة على الحدود العراقية والتركية، معناه أنه سوف يكون هناك طريق تنمية صحيح في أراضي العراقية باتجاه تركيا. أما إذا لم تكن هناك تبادل وتقارب العراقي والتركي بشأن إنهاء هذا الملف، معناه كلا الطرفين أو طرف معين لا تريد طريق التنمية. فطريق التنمية مشروع جدا كبير، إنقاذ الاقتصاد العراقي وكذلك إنقاذ اقتصاد المنطقة، فهذه متوقفة على أن تكون هناك
أجواء أمنية سائدة في الحدود العراقية والتركية. شكرا أستاذ كاظم ياور الباحث والمحلل السياسي العراقي ضيفي عبر سكايب من أربيل.